الواحدة بعد الظهر بتوقيت القاهرة، جولة جديدة لمراسلي القاهرة الإخبارية، نتناول فيها أبرز التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية. ينضم إلينا في هذه الجولة مجموعة من مراسلينا: عمر أحمد من أنقرة، هبة التميمي من بغداد، أبو بكر بشير من لندن، سلامة عطلة من بروكسل، خالد شقير من مرسيليا، وعربي مرزوق من برلين، عبد الستار بركات من أثينا، وغيث مناف سيكون معنا من كييف. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 18 صاروخاً وطائرة مسيرة روسية استهدفت ميكولايف وأوديسا خلال الليل، وأشارت إلى أن الجيش الروسي استخدم صواريخ كاليبر وإسكندر وأونيكس في قصف المنطقتين الجنوبيتين، وأكدت كييف إصابة ما لا يقل عن 21 شخصا، بينما تعرضت بعض المباني لأضرار جراء الهجوم الروسي على ميكولايف وأوديسا. كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن الجيش الروسي استخدم أسلحة بحرية وجوية عالية الدقة لتنفيذ ضربات عنقودية ضد المشاريع العسكرية الأوكرانية ومنشآت الوقود ومستودعات الذخيرة حول مدينة أوديسا، أصابت جميع الأهداف المحددة. مزيدا من التفاصيل مع غيث مناف مراسلنا من كييف. أهلا بك غيث في هذه الساعة. اليوم أوكرانيا تتحدث عن إسقاط الصواريخ، إسقاط المسيرات، روسيا تقول لا، إنها أصابت جميع أهدافها، لكن أوكرانيا تحدثت عن صواريخ بعينها، استخدام كاليبر وإسكندر وأونيكس في قصف البلاد. ماذا يعني استخدام روسيا لهذه الصواريخ وتحديدا كاليبر؟ معروفة هذه الصواريخ هي عالية الدقة. نعم رعد، بكل تأكيد دوت لليوم الثاني مأساة أوكرانية، حيث أعلن عمدة مدينة أوديسا عن استهداف مدينته للمرة الثانية بحياة أيضا مواطنين أوكرانيين، بالإضافة إلى إصابة العشرات. مجموع الأهداف التي تم أو مجموع الضربات الصاروخية التي استخدمتها روسيا حسب الإحاطة الإعلامية لسلاح الجو الأوكراني، دعني أقرأ لك البعض منها. هي 19 صاروخا مع 19 طائرة مسيرة، كانت أبرزها في مدينة ميكولايف، دمر القصف المباني السكنية وجرح 19 مدنيا بينهم أطفال. أيضا في أوديسا تم تدمير مبنى إداري وتضرر المباني السكنية، أصيب من خلاله 4، وهذه النتيجة بالتزايد. حتى هذه اللحظة تعمل فرق الإنقاذ على أجلاء المدنيين حسب وصف السلاح الجو الأوكراني. بالإضافة إلى ذلك، مدينة سومي هي لم تختلف عن باقي المدن كونها هي أيضا تحت نيران الجبهة الشمالية، حيث تم استهدافها بطائرة مسيرة، استهدف مبنى لرياض الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، وهو مدينة تشيرنيهف هي التي تقع شمالي الأراضي الأوكرانية، وهي القريبة بالمناسبة للعاصمة الأوكرانية كييف، حيث أيضا أصيبت بطائرات مسيرة استهدفت مباني سكنية. بالإضافة إلى ذلك، هناك جرحى ومصابين وأيضا حالات وفاة لم يتم إحصائهم حتى هذه اللحظة. بلغت هذه الإجمال الضربات الصاروخية، بالإضافة إلى ذلك استهداف ميناء أوديسا للمرة الثانية في مجموعة. نعم، يبدو أن الصوت سيء غيث. على كل حال أشكرك على هذه المعلومات التي أوردتها حتى الساعة. شكرا لك غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية من كييف، شكرا لك. انطلق اجتماع وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل. يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عددا من القضايا والملفات، أبرزها خطة الاتحاد لدعم أوكرانيا والتي تشمل المزيد من المساعدات العسكرية والمالية لكييف. كما يناقش الاتحاد الأوروبي أيضا العلاقات مع تركيا ومصير اتفاق الحبوب الأوكرانية بعد انسحاب روسيا من الاتفاق.
مزيدا من المتابعة بالتأكيد ينضم إلينا من بروكسل مراسل القاهرة الإخبارية سلامة عطلة. سلامة أهلا بك معنا. إذن دعم أوكراني لأوكرانيا بعيد المدى وكما قلت في مداخلة سابقة طول العمر بهذا التعبير، والحديث اليوم أيضا عن مناقشة موضوع الحبوب والبديل لقطع أو انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب مع وجود منافسة إن صحت التسمية في دول شرق أوروبا حول موضوع الحبوب. لو تضعنا في مجمل تفاصيل الاجتماع حتى الساعة، ماذا لديك وكيف سيتم حل هذه المعضلات الداخلية؟ مساء الخير رعد. في الجزء الأول المتعلق بدعم أوكرانيا عسكريا، يناقش الوزراء الأوروبيون اليوم خطة عسكرية بقيمة 20 مليار يورو على مدار الأربع سنوات القادمة، يدعمون فيها الجيش الأوكراني بالسلاح، يدربون عناصره، يربطون بين شركات الصناعة الدفاعية الأوكرانية مع شركات الصناعة والدفاع الأوروبية. هذه الخطة الآن مطروحة للنقاش وهي لا تزال في خطواتها الأولى، وهناك أيضا جزء متعلق بطريقة الصرف، أي أن هذه الأموال لن تذهب مباشرة إلى أوكرانيا وإنما للجيوش الأوروبية التي ستأخذ هذه الأموال، سترسل ما لديها من سلاح قديم إلى أوكرانيا وستشتري بداله جديدا بهذه الأموال الأوروبية. فيما يتعلق بقضية الحبوب، لدى الأوروبيين مسؤولية كبيرة. صحيح أن الأوروبيين يتهمون روسيا بتسييس وتسليح الغذاء، لكن لديهم مسؤولية، أنهم لديهم حدود برية مع أوكرانيا. لماذا لا يدخل الحبوب لا تدخل الحبوب الأوكرانية عبر الدول الأوروبية بدلا من أن تدخل عبر المحيط عبر البحر الأسود، بما أن المنع الروسي يعيق ذلك؟ هذه هي التحديات الرئيسية أمام الأوروبيين، لأن هناك مشكلة لا تزال قائمة. دول أوروبا الشرقية، بولندا على رأس القائمة معها رومانيا والدول المجاورة لأوكرانيا، ترفض أن يدخل الحبوب الأوكراني إلى هذه الدول، أن يستوطن هناك، أن ينافس المزارعين الأوروبيين الذين اشتكوا كثيرا ويهددون حتى حكوماتهم، وتتعرض الحكومات لضغوطات شديدة. كيف ستمر هذه الحبوب عبر الدول الأوروبية دون أن تبقى وأن تستوطن وأن تشكل تهديدا للمنافسة الأوروبية؟ هذا هو السؤال المطروح، والأوكرانيون يشتكون. حتى أيضا هناك بعض الحلول لكن لا تزال بعيدة، بأن تستخدم بعض الموانئ في الدول المجاورة. هذه الموانئ غير مجهزة لكي تأخذ كل هذه الكميات بعشرات ومئات ملايين الأطنان المترية التي تمر عبر البحر الأسود. لذلك الوزراء وزراء الزراعة سيعقدون اجتماعا خلال الأيام القادمة وسيناقشون كيف يمكن أن يسهلوا للأوكرانيين دخول حبوبهم وأن يأخذوا المال، وإلا سينتفض الأوكرانيون على الأوروبيين. طيب سلامة، هذا موضوع الحبوب وموضوع الدعم الأوكراني الطويل الأمد وفق هذا الاجتماع. أيضا كان هنالك مجموعة أخرى من الملفات، لو تضعنا بصورة مبسطة على الملفات التي سيتم مناقشتها اليوم والمعرقلات التي تعيق التوافق أو الإجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. الملف التركي من بين الملفات الرئيسية في هذا الاجتماع، وكان هناك مطلبا تركيا واضحا بأن يفتح باب العضوية لتركيا مقابل رفع الحظر عن انضمام السويد للناتو. لكن اليوم لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي صوتت وقالت نحن ندعم إيجاد مسار موازي وواقعي للانضمام، ودعت المفوضية الأوروبية لإيجاد مقترح يمكن أن يؤدي إلى تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا دون الوصول إلى العضوية، لأنه أمام العضوية طريق طويل وتركيا لا تلتزم ولا تستوفي الشروط الضرورية. هذه التوصية من البرلمان الأوروبي مهمة، لأن أي اتفاقية وأي مواعيد في مواضيع العضوية لها صلة مباشرة بالتصويت داخل البرلمان الأوروبي. إذن هناك شيئا واضحا، أن الأوروبيين اليوم في البرلمان صوتوا بالأغلبية لإيجاد مسار بديل موازي عن العضوية يكون واقعيا وقابلا للتنفيذ. الجديد أن القبارصة اليوم أرادوا أيضا أن يضعوا ملفهم، والجزيرة المقسمة والتأثير التركي داخل جزء من هذه الجزيرة، يريدون أن يضعوا هذا الملف أيضا في إطار المساومة والمفاوضات مع تركيا. يريدون أن يعين مبعوثا أوروبيا خاصا لهذه الأزمة، أن يبدأ بالبحث مع الأتراك وأن ينهوا هذه القصة وأن يكون جزء من الصفقة. لكن أيضا هذا اليوم في هذا الاجتماع تجتمع كافة وجهات النظر المتناقضة. هناك من يحذر من الابتزاز الجيوسياسي التركي، وهناك
كمن يدعم ضرورة أن تكون العلاقات مع تركيا أوثق للحاجة الأوروبية الماسة لتركيا في الوساطة في هذه الحرب والتأثير المباشر على كافة الأطراف سواء عبر روسيا أو على أوكرانيا في البحر الأسود. لاحظ بأن زيلينسكي قال إذا كانت تركيا تريد أن تخرج الحبوب من البحر الأسود فنحن وتركيا والأوروبيين قادرين بالاستغناء عن روسيا، لكن تركيا الآن تستغل هذه الأوراق الضاغطة لديها وتحاول أن تؤسس لمستقبل اقتصادي أفضل مع الأوروبيين بعيدا عن الانضمام. طيب وماذا عن المشاكل البينية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تحدثنا في مناسبات سابقة عنها؟ هل تم تسريب شيء حتى الساعة حول موضوع الاتصال بين بلينكين ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لديك في هذا الاجتماع؟ هذا الاجتماع سيستضيف عبر الفيديو كونفرنس وزير الخارجية الأمريكي بلينكين، وسيتناقشون معه في عدد من القضايا من بينها الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لأنه لا تزال الولايات المتحدة تريد من الأوروبيين أن يلتزموا أكثر بالدفاع عن أوكرانيا، أن يستثمروا أكثر، أن يدفعوا أكثر. أيضا سيتطرق معهم إلى موضوع غرب البلقان والتوترات الحاصلة هناك، هذا موضوع بالنسبة للأمريكيين وبالنسبة للأوروبيين أيضا مهم، لأنه يحاصر روسيا أو على الأقل يمنع تأثيرها المباشر، لأن روسيا لا تزال لديها سلطة معنوية وسلطة إعلامية وسلطة حتى على مستوى صنع القرار في بعض من الدول وتحديدا في دول البلقان، وهذه مشكلة أمنية كبيرة بالنسبة للأوروبيين وبالنسبة للأمريكيين، هذه ملفات. لكن الخلاف الأمريكي الأوروبي واضح متجذر لا يمكن إخفاءه، وهناك أمثلة كثيرة على كيفية يعني كيف طفت هذه الخلافات، وكما تحدثنا سابقا عن توظيف السيدة الأمريكية التي اعترض عليها ماكرون بأن تكون جزءا من موظفي المفوضية الأوروبية ليقول للأمريكيين نحن لسنا طرفا واحدا إنما طرفين ولدينا مصالح في بعض الأحيان متناقضة. نعم، من بروكسل سلامة عطا الله مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا حتى الساعة على هذه التفاصيل الجمة حول هذا الاجتماع، شكرا جزيلا لك. أقرت الحكومة الألمانية حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو على الرغم من ارتفاع المعدل للتضخم في البلاد. وأوضحت الحكومة أن الحرب لم تسقط فقط ضحايا في أوكرانيا لكنها سببت موجة من الركود في أوروبا، ولمواجهة هذا التضخم يجب أن تتوقف الحرب. متابعات أكثر مع عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية من برلين. عربي أهلا بك. إذن ألمانيا تقدم حزمة مساعدات عسكرية ومالية جديدة تشمل أيضا دبابات كما جاء في خبر آخر ليوبارد وأنظمة دفاع جوي، ضعنا في تفاصيل أو حيثيات هذا الخبر، وكيف تلقى الشارع الألماني الحديث عن 700 مليون يورو جديدة تذهب إلى ألمانيا إلى كييف؟ بالتأكيد رعم، هو رقم كبير جدا الذي أعلنت عنه الحكومة الألمانية، 700 مليون يورو جديدة ستذهب إلى أوكرانيا على هيئة أسلحة خلال الأيام المقبلة. ولكن هناك بالفعل كميات من الدبابات ليوبارد الجديدة وصلت إلى أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية. الحكومة الألمانية التزمت ليس فقط ب 700 مليون يورو ولكن التزمت ب 17 مليار يورو في المستقبل ستذهب إلى أوكرانيا بشكل كامل حتى عام 2027 على هيئة أسلحة بالطبع ومساعدات مالية أيضا، ولكن 17 مليار يورو هي على هيئة أسلحة. بالطبع الحكومة الألمانية ما زالت حسب ما أعلن المستشار الألماني أولاف شولز وأيضا وزيرة الخارجية أنيا بيربوك وحتى بيستوريوس وزير الدفاع الألماني، ألمانيا ما زالت مستمرة ومصرة في الدفاع على الأراضي الأوكرانية وتسليم أوكرانيا أسلحة حتى تستطيع أوكرانيا تحرير أراضيها التي ضبطها روسيا بالطبع من وجهة نظر الحكومة الألمانية. لذا الحكومة الألمانية ما زالت ملتزمة بما ستقدمه لأوكرانيا في هذه الأثناء، وأيضا دول حلف الناتو بالإضافة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في المستقبل. ولكن رعد كل هذه الكميات إجابة على سؤالك بالطبع ورأي الخبراء ورأي المواطنين الألمان، كل هذه الكميات من الأسلحة التي تقدم إلى أوكرانيا في الأساس بعيدا عن الأموال وتضخم وما إلى ذلك تسبب ضغطا كبيرا جدا على الجيش الألماني الذي أصبح في مرحلة خطيرة جدا. هناك تقارير بالفعل غاية في السرية ظهرت
بعض المعلومات منها لدى الصحف الالمانيه والصحفيين الاستقصائيين هنا في المانيا انه ليس فقط المانيا ولكن جيوش الاتحاد الاوروبي وجيوش حلف الناتو لديها ازمه كبيره جدا في هزنه الاسنان في هذه الايام. المخازن اصبحت الى حد ما خاويه، وشركات انتاج الاسلحه التي بالفعل قام المستشار الالماني اولاف شولز وبعض القاده الاوروبيين من استدعاء مديري هذه الشركات لإجراء تعاقدات جديدة معهم، هذه الشركات غير قادرة على مواكبة الاحتياجات الأوروبية واحتياجات أوكرانيا بشكل كامل. لذا خلاف الأموال المقدمة لأوكرانيا هناك ضغطا كبيرا على مخازن الجيوش الأوروبية وتحديدا الجيش الألماني. متحدث باسم الجيش الألماني قال بشكل مباشر أصبح لدينا أزمة كبيرة جدا داخل مخازن الجيش الألماني وتحديدا الذخائر من عيار 155 ملي وهي الذخائر الأساسية لدى الجيش الألماني والجيوش الأوروبية ومعظم جيوش العالم. الأسلحة موجودة، الدبابات موجودة والمدافع أيضا، ولكن هناك نقص في الذخائر التي تحتاجها كل هذه الأسلحة، وأوكرانيا تستهلك كميات كبيرة جدا من الأسلحة. حتى أن عملاق صناعة التسليح التشيكية يعني وهي شركة CSG واحدة من الشركات التشيكية التي تسلم وتورد لقوات حلف الناتو تقريبا 30% من الذخائر التي تحتاجها، يعني قالت بشكل مباشر أن تجديد مخازن الجيوش الأوروبية ومنهم ألمانيا تحتاج ربما من 10 إلى 15 عاما في المستقبل حتى تستطيع جيوش الاتحاد الأوروبي ملء مخازنها، وتقول لحلف الناتو نحن مستعدون. نعم. الجيش الألماني حتى يستطيع الإيفاء مخازن الجيش الألماني بما يحتاجه حلف الناتو ويحتاج إلى أكثر من 250 ألف قذيفة، الجيش الألماني لديه 20 ألف قذيفة فقط، وأعلن منذ أيام قليلة عن تسليم 160 ألف قذيفة جديدة للجيش الأوكراني. هنا تدخل عددا من الباحثين والمحللين أيضا وقال إذا كانت مخازن الجيش الألماني خاوية لهذه الدرجة لكن ألمانيا ما زالت تدفع إلى أوكرانيا وتسلم أوكرانيا كل هذه الذخائر. متى سيمتلئ جيش مخازن الجيش الألماني؟ وشركات تصنيع السلاح العالمية تتكلم على أن الجيش الألماني والجيوش الأوروبية تحتاج ربما إلى 15 عاما حتى تستطيع ملء مخازنها. لذلك هناك ضغط كبيرا على الجيوش الأوروبية وحتى الحكومة الأوروبية في المستقبل، والاعتماد الكامل راد لدى حلف الناتو بالفعل هو على الولايات المتحدة الأمريكية. طيب عربي، طبعا أشكرك على هذه التفاصيل الكثيرة بصراحة، لكن التساؤل هنا إذا كانت هنالك مخاوف ألمانية حقيقية من عدم إمكانية الإيفاء بالتزاماتها الداخلية على الأقل إن صح التعبير للسلاح، كيف ينظر إذن من قبل المحللين المراقبين الأحزاب المعارضة إن صح التسمية إلى اتجاه هذه الحكومة بموضوع التسليح واستمرار التسليح؟ هل الموقف موحد داخل ألمانيا حول موضوع التسليح لأوكرانيا؟ وأيضا هل الموقف موحد لإعادة تسليح الجيش الألماني بما تحدث عنه بموضوع رفع أعداد القذائف إلى مئات الآلاف والدبابات والأسلحة الأخرى؟ في عملية دعم أوكرانيا والمعارضة الألمانية الموقف غير موحد إلى حد ما. على سبيل المثال حزب البديل من أجل ألمانيا الجالس داخل البرلمان الأوروبي يرفض هذا الأمر. أيضا هناك اتجاها عاما لدى اليساريين في ألمانيا وحزب اليسار أيضا في ضرورة، يعني ليس توقف دعم أوكرانيا ولكن إلى حد ما لا يكون بكل هذا الحجم. عملية الدعم الأوكراني المستمر سواء بالسلاح والمال وما إلى ذلك يجب النظر قليلا للمواطنين الألمان. رأت هناك مثالا بسيطا جدا في بشكل سريع خلال الثلاث أعوام الماضية كما تتذكر كان هناك يعني فيضان كبير في غرب ألمانيا بشكل كبير، ما زال المواطنين الألمان في هذه القرى التي غرقت بالمياه حتى هذه اللحظة لم يحصلون على إعانات من الحكومة الألمانية. كانت هناك سيدة تتكلم في التلفزيون الألماني بالأمس أريد فقط 60 ألف يورو وأنا دفعت طوال العمر وأنا أدفع ضرائب، وسيدة تبلغ من عمر 50 عاما تقريبا على هيئة مساعدات من الحكومة الألمانية حتى أستطيع بناء بيتي مرة أخرى وسأرد هذه الأموال. لم تحصل منذ 3 سنوات على أموال من الحكومة الألمانية. هذه السيدة قالت بشكل مباشر في القناة الأولى الألمانية في هذه اللحظة التي تمتنع الحكومة الألمانية عن مساعدتي تذهب بكل هذه الأموال إلى أوكرانيا وتذهب بأموال دافع ضرائب إلى أوكرانيا وبكل هذه الأموال المخصصة إلى الأسلحة التي تذهب إلى أوكرانيا ومخازن الجيش الألماني خوية. لذلك هناك هجوما كبيرا من المعارضة الحكومة الألمانية في هذه الأثناء بالفعل هناك إهمالا إلى حد ما من حتى المحللين الاقتصاديين وحتى وزير المالية الألماني لهذه النقطة تحديدا. يجب النظر إلى حد ما إلى الوضع الاقتصادي هنا في ألمانيا حتى أن بعض المحللين قالوا أن لا أحد يتذكر
اخر اي خطبه من خطاب المستشار الالماني اولاف شولز الجديد، سواء الكلام عن اوكرانيا والدفاع عن اوكرانيا وما الى ذلك. اذا الموقف في ازمه كبيره اقتصاديه تواجهها اوكرانيا، عفوا المانيا الان وفي المستقبل القريب. عربي مرزوق، انا اشكرك بشكل شخصي لما تفضلت بتفاصيل كثيره حول ما يجري هناك والاقتصاد في المانيا. عربي مرزوق مناصر القاهره الاخباريه من برلين، شكرا جزيلا لك. كشف رئيس وكالة الاستخبارات البريطانية MI6 ريتشارد مور أن الجواسيس البريطانيين يستخدمون بالفعل الذكاء الاصطناعي لعرقلة توريد الأسلحة إلى روسيا. وأشار مور إلى أن الجواسيس الغربيين سيضطرون إلى تتبع الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي من جانب دول معادية. قال مور إن الذكاء الاصطناعي سيغير عالم التجسس، لكنه لا يحل محل الحاجة إلى جواسيس من البشر. أبو بكر بشير من لندن لديه تفاصيل حول هذا الموضوع. أبو بكر بشير مراسلنا من لندن، أهلا بك. إذن بريطانيا تتحدث عن الذكاء الاصطناعي وأن الذكاء الاصطناعي سيغير عالم التجسس وأنه بالفعل يستخدم الآن لعرقلة توريد الأسلحة إلى روسيا. ما التفاصيل حول موضوع كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بهذا الخصوص؟ صحيح، بالفعل رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية ماي 6 ريتشارد مور تحدث إلى صحيفة بوليتيكو عن تحديات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في حرب روسيا وإمدادها بالأسلحة والصين. تحدث عن عملاء الجهاز بالفعل يستخدمون تقنية الذكاء الصناعي لمنع توريد الأسلحة إلى روسيا، لكنه قال أيضا أن الصين هي التحدي الأهم والأبرز في هذا المجال. الذكاء الصناعي يعتمد بالأساس على جمع أكبر قدر من بيانات المستخدمين وتحليلها، وبالتالي محاكاة أنماط تفكير البشر وتوقع أو تنبؤ قراراتهم، وبالتالي التعامل معها على هذا الأساس. ما تقوم به الصين بحسب بريطانيا هي أنها تستخدم كل الطرق المشروعة وغير المشروعة في السيطرة على بيانات المستخدمين بغض النظر عن عوامل الخصوصية. وتتهم الصين بالفعل أنها فترة جائحة كورونا عندما باعت لقاحات الصين إلى بعض الدول كانت تساوم هذه الدول على بيانات المستخدمين الذين سوف يستخدمون ويتلقون هذا اللقاح. كذلك الحال، امتدح مور قرار المملكة المتحدة سابقا عام 2022 بمنع عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي من تركيب أجهزة متطورة لدعم البنية التحتية في شبكة 5G البريطانية للاتصالات، وكذلك منع مستخدمي أو العاملين في القطاع الحكومي في بريطانيا من استخدام تطبيق تيك توك. كلها قال مور جاءت قرارات حكومية بعد تقارير استخباراتية تفيد بأن الصين قد تضغط على هذه الشركات لجهة إما إتلاف البنية التحتية لمنظومة الاتصالات في بريطانيا أو للسيطرة على بيانات المستخدمين. الصين تحدي كبير، هذا ما أكده المسؤول البريطاني الأول ريشي سوناك عندما ذهب إلى واشنطن يونيو الماضي، وقال أن بريطانيا تريد أن تقود الجبهة الغربية لجهة معركة الذكاء الاصطناعي. البريطانيا أيضا لندن تستضيف في نوفمبر القادم أول قمة عالمية تناقش قضايا الذكاء الاصطناعي. منذ يومين فقط الأمم المتحدة عقدت أول جلسة لمناقشة ملف الذكاء الاصطناعي، وممثل بريطانيا في الجلسة تحدث عن ضرورة وضع بروتوكول ونظام عمل يحوكم ويقيد استخدام منظومات الذكاء الصناعي بما وصفه الاستخدام الآمن والأخلاقي. طبعا الآمن والأخلاقي يختلف من منظور أي دولة، من منظور بريطانيا وغير من منظور الصين. ما تقوم به بريطانيا وهذا ما تحدث عنه الجميع أنها تريد أن تكون في المجلس التأسيسي إذا جازت التسمية لتكون هي من يضع مع الغرب أبو بكر. وهذا تقريبا ما قاله سوناك أو مطالب سوناك في ريشي سوناك عندما ذهب في زيارته إلى واشنطن، أن تكون بريطانيا مركزا لموضوع الذكاء الصناعي وما إلى ذلك. هل تحدث المراقب لديك في بريطانيا عن أسباب هذه المطالب؟ حديث مور اليوم وحديث سوناك قبل أيام والتركيز حول مؤتمرات تخص الذكاء الصناعي واستخدام الذكاء الصناعي في التجسس وما إلى ذلك، لماذا
وفق المراقب البريطاني لديك، لماذا كل هذا الاهتمام بهذه التفاصيل خصوصا في الذكاء الصناعي الاصطناعي؟ وزير الخارجية البريطاني في جلسة مجلس الأمن من يومين وصف وصفا دقيقا الذكاء الصناعي، وقال أنه لا يعرف الحدود. لا يعرف الحدود، هذه تمثل مشكلة كبيرة لجهة ربما سوء استخدامه، كما يقولون المحللون هنا يحذرون من مخاطر ربط مثلا منظومة الذكاء الصناعي بالمنظومة النووية، حينها سوف تخرج المنظومة النووية عن سيطرة البشر، وهذا تهديد كبير. ما يهم الغرب وما يهم بريطانيا أن تكون في المجلس التأسيسي لتكون هي من يضع البروتوكول الحاكم لمنظومة عمل الذكاء الصناعي. السبب هنا أنها تضمن وضع قوانين لا يصح ولا يمكن لأي دول لاحقة تنضم لهذا البروتوكول أن تخترقها، وهذه البروتوكولات في البداية سوف تضمن المصالح الأمنية بالأساس الغربية، وهنا يقع الخلاف وهنا يقع الخوف من الصين. مرة أخرى الصين ليست بالضرورة مرتبطة أو لن توافق بالضرورة على ما كل ما تريده بريطانيا والغرب لجهة استخدام منظومات الذكاء الصناعي. هي لها مطالب في مجلس الأمن، وبما أنه يناقش المسألة، الصين هي على قدم سواء مع الدول الغربية، كلهم سوف يضعون معا منظومات كيف يتم التعامل مع الذكاء الصناعي، لكن المخاوف كبيرة، هذه ساحة حرب جديدة يخوضها الغرب مع الصين بالأساس، بعد ومع روسيا طبعا قبلها، بعد الحرب الباردة وسباق التسلح وحرب الفضاء والحروب التقليدية. نحن الآن نذهب إلى حرب جديدة قديمة، هي حرب المخابرات والمعلومات، لكن بصيغة جديدة، بطلها الأول هو الذكاء الصناعي. الغرب يخشى أنه لا يملك الآن كل مفاتيح اللعبة الخاصة بالذكاء الصناعي، ما نجهله عن الذكاء الصناعي ربما هو أكثر مما نعلمه، لذلك هذه الصورة الضبابية هي صورة مخيفة. لذلك نرى الغرب بقيادة لندن يعني يتصدر المشهد ويريد وبعجالة وضع ضوابط وبروتوكولات عمل حتى لا يتمكن أي طرف دولي آخر من أخذ خطوات سابقة للغرب ويهدد مصالح الغرب في العالم. طيب أبو بكر، يعني في تساؤل أخير، يعني هل وضع الغرب أو وضعت لندن تصورا لآلية العمل حول وضع اللوائح الخاصة بالذكاء الصناعي أو كيفية مراقبته ومتابعته؟ لم تعطي آليات، لكنها أعطت خطوط عريضة تتحدث بالبداية عن ضمان المصالح الأمنية الغربية، هذا شيء أساسي، ثم وصفت أي منظومة تسمح باستخدام الذكاء الصناعي يجب أن تكون آمنة وأخلاقية، هذه الخطوط العريضة، طبعا آمنة وأخلاقية بما يتناسب مع المفردات الغربية. لكن مرة أخرى الموضوع كله لا يزال حديث، نحن نتحدث عن أول قمة سوف تعقد، لم تعقد بعد، نحن نتحدث عن أول جلسة تناقش الموضوع، عقدت من يومين في مجلس الأمن، الملف كله جديد على الطاولة، ولكن هناك زخم أوروبي بقيادة لندن كبير نحوه للتعجيل بوضع هذا البروتوكول وللتعجيل بحوكمة استخدام الذكاء الصناعي، الخوف الأوروبي والخوف البريطاني بالأساس من الصين. أبو بكر بشير، شاكر لك بشكل شخصي لما أفضيت من تفاصيل حول الذكاء الاصطناعي وكيفية تعامل لندن معه. شكرا جزيلا لك مراسلنا من لندن أبو بكر بشير، شكرا لك. أبقى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على إليزابيث بورن في رئاسة الحكومة، ومن المتوقع أن يعلن ماكرون قريبا تعديلا وزاريا سيطول وزارات شهدت جدلا أو طالتها فضائح في الفترة الماضية، بينما وزارة أو من بينها وزارة الدولة المكلفة بشؤون المواطنة، وانقضت مهلة 100 يوم التي أعطاها ماكرون لرئيسة الحكومة لعرض خارطة طريق تهدئ من غضب الفرنسيين بعد تعديل سن التقاعد، كانت اقتصادية أو اجتماعية. من مارسيليا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية لديه مجموعة من التفاصيل حول هذا الموضوع. خالد أهلا بك معنا. إذن المهلة انقضت، مهلة 100 يوم لبورن رئيسة الحكومة لوضع خارطة الطريق تهدئ الشارع، تهدئ غضب الفرنسيين، ويجدد لها الآن ماكرون مرة أخرى. ما التفاصيل لديك وما الخفايا خلف السطور، ولماذا لم تتغير بورن على الرغم من كل السقطات إن صحت التسمية للحكومة في هذه المرحلة والمظاهرات العارمة التي شهدتها فرنسا؟ نعم خالد.
نعم رعد، بعد التحية نستطيع القول أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن نجحت في استمرار ثقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيها، وأنها تحاول الآن أن تحصل على ثقة الفرنسيين بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي قامت بها مؤسسة إيلاب تظهر أن أكثر من 56% من الفرنسيين لا يثقون بإليزابيث بورن، ويجدون أن استمرارها في الحكومة أو على رأس الحكومة الفرنسية هي شيء سيء للغاية. إذن واحد من كل 2 فرنسيين لا يثقون في حكومة إليزابيث بورن. وأيضا نفس الاستطلاع أكد على أن 7 من بين 10 فرنسيين متأكدين بأن الذي يقوم بإدارة الدولة والبلاد ليست إليزابيث بورن ولكنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. إذن الحكومة الفرنسية نالت بالأمس تشجيعا وتحية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قام بدعوتهم على وجبة على العشاء، وذلك في إطار التحديات التي واجهتها الحكومة الفرنسية خلال الفترة الماضية، منها تحديات خاصة أمنية بسبب الغضب في الشارع، وأيضا تحديات اقتصادية وهجوم عنيف كان من قبل الأقصى اليسار الفرنسي طارة واليمين الفرنسي واليمين المتطرف طارة أخرى. طالب الرئيس الفرنسي بعد أن قام بتحية الحكومة الفرنسية التي يمكن أن يدخل عليها بعض من التعديلات وسيتم الإعلان عنها بعد في نهاية اليوم حسب المحللين، بعد أن اتفق الرئيس الفرنسي ورئيسة وزرائه على بعض الوزارات التي يجب أن تتغير أو يتغير إداراتها نظرا لأنها لا تحظى بشعبية كبيرة بين الفرنسيين. من بين هذه الوزارات وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم الفرنسي وأند آي، ويقال أنه سيتم تغييره بالوزير الشاب جابرييل أتال وهو وزير سابق في الحسابات في هذه الوزارة الحالية، وأيضا وزير سابق في وزارة جان كاستاكس السابقة، وإدوار فيليب كان متحدثا رسميا باسم الحكومة الفرنسية، أيضا وزيرة المواطنة والشؤون الاجتماعية شيبا، وبصفة خاصة أنها لاقت بعض من الاتهامات المالية، وأيضا كان هناك حديث عن تغيير لوزير المدينة، وكان هناك حديث عن تغيير لوزير الصحة، إلا أن الأنباء التي وصلتنا بأن وزير الصحة فرانسوا بروان سيبقى في وزارته. إذن نحن أمام خطة طريقة جديدة ستكون مع بداية شهر سبتمبر القادم والدخول المدرسي. يظهر في الأفق اهتمام الحكومة الفرنسية بأهم الملفات كما جاء في هذا التعديل الخفيف الذي سيتم الإعلان عنه سواء بعد قليل أو بنهاية اليوم حسب المختصين، عن وزارات التعليم ووزارة المدن وزيرة أيضا المواطنة وبعض من الوزارات الأخرى. ويجب أن يضع أو تضع الحكومة الفرنسية، وهذا ظهر جليا، التحديات الكبيرة والملفات، أهم هذه الملفات لهذه التحديات هو الملف الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وأيضا ملف التعليم، ووسط مسؤولية كبيرة جدا ستقع على عاتق وزير التعليم القادم الذي سيتم الإعلان عنه هو جابرييل أتال، وبصفة خاصة بعد أزمة الأزمة المجتمعية التي تعيشها بعض من المناطق الفرنسية. وهناك أيضا ملفات أخرى زي ملف الصحة وملف الأمن، ومن المنتظر أن يكون هناك قانون جديد للأمن في فرنسا، وأيضا للهجرة التي تقع على عاتق وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانا الذي يمكن أن يبقى في مكانه. إذا نحن أمام مسؤوليات كبيرة جدا، وبصفة خاصة أن فرنسا تستعد لعدة احتفاليات، أهمها في شهر سبتمبر القادم هو استقبال بابا الفاتيكان بمدينة مارسيليا هنا، وأيضا فرنسا أمامها تحديات أخرى، وبصفة خاصة أنها تستعد لاستقبال كأس العالم للرجبي، وأيضا الأولمبياد في العام القادم، الأولمبياد الرياضية في العام القادم. إذن الحكومة الفرنسية الجديدة أو المتجددة أو التي سيتم إدخال عليها الكثير من القليل من التغيرات ستكون أمام مشهد جديد واختبار جديد خالد. يثق في هذه الإدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
خالد، تفاصيل كثيرة جدا ذكرتها اليوم، شكرا لك بشكل شخصي لما تفضلت من بهذه التفاصيل الحقيقة. لكن أن تبقى رئيسة الحكومة على الرغم من كل هذه التداعيات، يبقى هذا التساؤل قائما. على كل حال، خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية من مرسيليا، شكرا لهذه الحيثيات التي ذكرتها في فرنسا، شكرا لك. يعقد البنك المركزي التركي اجتماعا لتحديد السياسة النقدية وإعلان معدل الفائدة الجديد، وتتصاعد التوقعات برفع معدل الفائدة إلى 20% لمجابهة خطر التضخم الذي بدأ يتصاعد مجددا في تركيا. عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة يضعنا في تفاصيل الاقتصاد التركي اليوم. عمر، أهلا بك معنا. إذن مترقبون أنتم الآن لاجتماعات البنك المركزي التركي. ضعنا في تفاصيل هذا الموضوع الاقتصادي ورفع نسب الفائدة، على الرغم طبعا كانت من معارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المرحلة السابقة للانتخابات لرفع أسعار الفائدة. نعم عمر، إليك. نعم رعد، بعد التحية، بعد أقل من نصف ساعة سوف يعلن البنك المركزي التركي عن معدلات الفائدة الجديدة. حقيقة رعد، منذ أشهر ومنذ ربما سنوات لم تكن قرارات البنك المركزي التركي مبهمة إلى هذه الدرجة. الجميع الآن في تركيا يترقبون لهذا الإعلان، لأن معدلات التضخم في تركيا بدأت ترتفع مجددا، وخصوصا بعد إعلان الحكومة عن فرض ضرائب جديدة ورفع في معدلات الضرائب لنسب قياسية. حقيقة هذا سوف يؤدي إلى يعني ارتفاع معدلات التضخم عن شهر يوليو كما يقول كل المراقبين والاقتصاديين الأتراك. يعني معدل التضخم حاليا عند 38%، ولكن هناك يعني الكثير من وجهات النظر التي تقول بأن معدلات التضخم سوف ترتفع على الأقل لتصل إلى 50% مع نهاية هذا العام. لذلك معدلات الفائدة أيضا يجب أن ترتفع بنسبة تقارب فيها معدلات التضخم، ولكن طبعا الأسواق التركية تتوقع أو تنتظر أن يرفع البنك المركزي التركي معدلات الفائدة إلى 20%، أي ب 500 نقطة أساس. ولكن يعني هناك تحليلات وتصريحات صحفية عن يعني صحفيين معروفين بقربهم من الإدارة ومن مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي في تركيا، يقولون بأن البنك المركزي التركي ربما يرفع سعر الفائدة بنقطة ونصف أو نقطتين، أي إلى 17% تقريبا، وهذا سوف يشكل حقيقة خيبة أمل لدى يعني الأسواق التركية التي تنتظر رفعا كبيرا لمعدلات الفائدة. طبعا هذه الفائدة تصطدم برغبة الرئيس رجب طيب أردوغان بأن تكون دائما معدلات الفائدة منخفضة، وذلك طبعا يؤثر بشكل أو بآخر على الليرة التركية وعلى معدلات التضخم. الاقتصاد التركي رعد دخل، يمكن القول أنه دخل في حلقة مفرغة، أي يعني معدل التضخم يؤثر على سعر الدولار وسعر صرف الليرة، ونفس الموضوع يعود بمرة أخرى إلى معدلات التضخم. يعني العجز الجاري والعجز في الميزانية الحكومية كذلك، كل هذه الأمور تتراكم وتؤدي إلى مصاعب جديدة موجودة حاليا في الاقتصاد التركي. كل الأمل يقود حقيقة على قرار البنك المركزي. طيب عمر، يعني لرفع ربما دعني أسألك هنا، يعني طبعا مع رفع سعر الفائدة في الاجتماع السابق إلى 17% الآن، أو ما يقارب، عفوا الآن يراد أن يرفع إلى 17%، لكن ألم يتغير شيء في الاقتصاد التركي؟ ألم يعني يتحسن شيء؟ ألم يؤثر على سعر الليرة، أم ظلت الليرة في ارتفاع؟
رعد، الاقتصاد التركي قبل الانتخابات كان مضغوطا، كان كل شيء يعني الحكومة التركية أعطت الكثير من الوعود للمواطنين برفع الأجور، وهذا يعني طبعا ضخ العملة في السوق، وهذا يؤثر بشكل أو بآخر على معدلات التضخم. لا يمكن القول أن الاقتصاد التركي متحسن، بل على العكس، حاليا الاقتصاد التركي في حالة تدهور أكثر، ولكن هذا التدهور كان مطلوبا. يعني موضوع يعني فقدان الليرة التركية من قيمتها كان شيئا إجباريا وشيئا متوقعا، لأن يعني الإدارة الاقتصادية في تركيا ضغطت على أسعار الصرف قبل الانتخابات حتى لا تؤثر تناقص قيمة الليرة من عملية التصويت، أو لا تؤثر بالسلب على حكومة العدالة والتنمية، ولكن بعد الانتخابات تم رفع هذا الضغط شيئا فشيئا، وبالتالي فقدت الليرة التركية يعني أكثر من 30% من قيمتها منذ بداية هذا العام. طبعا استمرار فقدان الليرة التركية كذلك يعني مربوط بموضوع أن الإدارة الاقتصادية حاليا في تركيا منوطة ب يعني جلب الرؤوس الأموال الغربية وجلب يعني العملات الصعبة إلى تركيا، وبالتالي كل شركة أو كل جهة تريد أن تستثمر في تركيا تطلب من الإدارة الاقتصادية في تركيا أن تترك سعر الدولار يرتفع ب يعني إذا مع كل هذه الإجراءات التي قام بها البنك المركزي التركي، ما زال الواقع بالنسبة للليرة والاقتصاد التركي دون المستوى المطلوب. على كل حال عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية، أنا أشكرك حقيقة على المواضيع الاقتصادية تتحدث بها التي لا أفقه منها شيئا سوى ما نقرأه على الصحف. على كل حال شكرا جزيلا لك عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معي من أنقرة، شكرا على هذه التفاصيل. أعلن الدفاع المدني اليوناني إرسال تعزيزات أوروبية إلى البلاد للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات الشديدة. وتشهد اليونان منذ يومين استمرار الحرائق الشديدة التي اندلعت في الغابات الكبيرة والصغيرة في منطقة أثينا الكبرى في اليونان منذ الاثنين الماضي، وأجلت السلطات العديدة من السكان ليطال ذلك المخيمات الصيفية للأطفال في عدة قرى في شرق أثينا وبالقرب من منتجع لوتراكي الساحلي في غرب العاصمة اليونانية، كما داهمت الحرائق عدة منازل هناك. عبد الستار بركات من أثينا مراسل القاهرة الإخبارية يضعنا في تفاصيل هذه الحرائق أكثر. عبد الستار أهلا بك معنا اليوم، ولو تضعنا في تفاصيل هذه الحرائق والإجراءات الحكومية. نعم رعد، بعد تحية. عموما اليوم أعلنت وزارة الحماية المدنية عن السيطرة على بعض الحرائق المتواجدة غربية أثينا وشمال أثينا، ولكن ما زالت شرق أثينا ما زالت مشتعلة في الغابات التي يعني تعلو الجبال والتلال، وهناك قوات دفاع مدنية مدعومة بالطائرات والمروحيات للسيطرة على هذه الحرائق أيضا. وأيضا هناك في جزيرة رودوس جنوب شرقي اليونان هناك أيضا حرائق ويعني مندلعة ومستعرة للغاية، وتم بالأمس إخلاء 5 قرى من هذه المنطقة. ولكن يعني الجيد أو شيء الإيجابي في حرائق جزيرة رودوس أيضا أنها بعيدة عن المناطق السياحية وبعيدة عن السكان في وسط الجزيرة. بالنسبة للسلطات اليونانية يعني دائما تصدر بيانات وتحذيرات سواء للمواطنين أو للسيارات بعدما أغلقت بعض الطرق العامة ونصحت سائقي السيارات بعدم التوجه إلى هذه الأماكن. اليوم أيضا السلطات تقوم يعني بتسجيل أو الأشياء التي يعني تم فقدانها أو الخسائر حتى يتم تعويض السكان من قبل الحكومة. أيضا بعض البلديات قامت باستضافة الناس الذين تعرضوا للخراب والدمار وفقدوا منازلهم، يعني تم استضافتهم في فنادق تابعة للبلدية في أماكنهم. تقوم السلطات اليونانية بإرشادات من رئيس الوزراء كيريأكوس ميتسوتاكيس
بعمل كل اللازم رعد لحماية المواطنين. الشيء الأول والمهم في هذه الحرائق هو حماية المواطنين ومن ثم حماية الممتلكات، هذا ما تقوله السلطات. أيضا أشير إلى أن من عظم وكبر حجم هذه الحرائق تم الاستعانة أو تم طلب المساعدة من الدول الأوروبية، وبالفعل هناك مساعدات تم إرسالها سواء من بلغاريا، من رومانيا وبولندا وسلوفاكيا، من قوات دفاع مدني، وأيضا من إيطاليا وفرنسا تم إرسال طائرات ومروحيات لمساعدة قوات الدفاع المدني اليوناني. نعم عبد الستار، بركات يعني حفظكم الله من هذه الحرائق، وأشكرك طبعا على هذه التفاصيل الجمة وكيفية طلب المساعدات وما إلى ذلك. شكرا جزيلا لك، شكرا لهذه الإضافة عبد الستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معي من أثناء، شكرا لك. تفتتح اليوم في لبنان فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2023 برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وتشارك في الفعاليات وفود من 16 دولة عربية. وأعلنت اللجنة المنظمة انطلاق منتدى الشباب العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وأشارت إلى أن الوفود المشاركة في الفعاليات تعكس رغبة الأشقاء العرب في العودة إلى لبنان. أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت يضعنا في تفاصيل هذا المنتدى. أحمد أهلا بك معنا. إذن بيروت عاصمة الشباب العربي 2023، هذا ما راه من خلفك وهذا البوستر الذي خلفك، حدثنا في تفاصيل هذا المهرجان وأبرز الفعاليات فيه. تحياتي لك في البداية من العاصمة اللبنانية بيروت. لبنان على موعد مع أمل جديد مع انطلاق فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي العام 2023، وهي الفعاليات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة اللبنانية بالتعاون مع جامعة الدول العربية وتحديدا مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالإضافة إلى اليونيسيف. تنطلق الفعاليات اليوم في 5:30 بحضور وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي لكونه رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. هناك توقعات كبيرة من وآمال كبيرة معقودة على هذه الفعاليات لتحقيق التواصل بين الشباب، مختلف الشباب في الوطن العربي، وبناء جسور الحوار. وزير الشباب والرياضة اللبناني أكد في تصريح للقاهرة الإخبارية أن ربما هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها 16 وفدا من مختلف الدول العربية، هذه أعلى نسبة مشاركة في فعاليات شبابية على مدار السنوات الماضية، وهو ما يعكس حرص الدول وخصوصا الحكومات العربية على المشاركة وتحقيق التواصل الفعال واستعراض التجارب المختلفة للشباب في مختلف الدول العربية. أحمد سنجاب أنا أشكرك شكر الجزيل على هذه التفاصيل حول هذا الاجتماع أو هذا المنتدى الذي بالتأكيد ربما سيعطي للبنان دفعة معنوية ومجالات أخرى إن شاء الله. أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، شكرا جزيلا لك. أدانت الحكومة العراقية في اجتماع طارئ ترأسه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني حادثة حرق السفارة السويدية واقتحامها، وعدته خرقا أمنيا يجب معالجته ومحاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إنه قرر إحالة جميع المنتسبين أو المتسببين في الحادث للقضاء. بدورها أدانت وزارة الخارجية العراقية في بيان بأشد العبارات حرق السفارة داعية إلى إطلاق تحقيق عاجل في الحادثة. ويأتي الهجوم على السفارة بعد سماح الشرطة السويدية بتنظيم تجمع صغير أمام السفارة العراقية في ستوكهولم. هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية في بغداد تضعنا في تفاصيل هذا الاجتماع. هبة أهلا بك، يعني انتظرت طويلا تحت الشمس، لا بأس، على كل حال ضعينا في آخر التفاصيل لديك حول الاجتماع الطارئ للحكومة العراقية حول حادثة إحراق السفارة السويدية في بغداد.
نعم، هذا الاجتماع أتى بعد ما أظلمت انهيارات في السفارة السعودية فجر هذا اليوم، وكانت هذه التظاهرة من خلال المناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وعلى أثر هذا الموضوع كان هنالك يعني لهست هذه المظاهرة الأولى، إنما كانت المظاهرة الأولى في أيام عيد الأضحى المبارك، عندما يعني كان شخص يدعى أنه لاجئ عراقي من أصول عراقية يعني أسفر إلى حرق هذه الحلقة نسخة من المصحف القرآن الكريم أمام أكبر مسجد في ستوكهولم، وهذه الحادثة التي تكررت مرة التي سوف تتكرر مرة ثانية من خلال تغريدة لهذا الشخص أنه سيتم حرق النسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في السويد، وحرق أيضا العلم العراقي. وبعد هذه الإجراءات والحرق التي حصل في السفارة السويدية، وتم إخلاء المبنى بالكامل، وتم يعني إخلاءه وحتى إخلاء الطاقم والموظفين الدبلوماسيين الذين كانوا في المبنى إلى السفارة الأمريكية، وتم يعني غلق الطرق المؤدية لهذه السفارة سفارة السويدية. وبعد يعني ما الأمور هدأت تم رجوع هذه الطرق إلى طبيعتها والشارع إلى طبيعته. وبهذا الموضوع وإثر هذا الموضوع تم اجتماع طارئ للحكومة العراقية الذي رأسه محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، وقال أن أحال المنتسبين الذين كانوا موجودين هنالك في السفارة وتم إلقاء القبض عليهم وأحالتهم إلى القضاء. وهذا الاجتماع الذي أدان فيه أيضا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأيضا المتحدث باسم الوزارة الخارجية وجميع المسؤولين والقادة، أدانوا هذه الحادث وأنه اعتبروه خرق أمني لخرق أمني في هذا الموضوع، وسيتم الإجراء اللازم بحقهم. وأيضا توعدوا أيضا وقالوا للسفارة وبالفعل هذا ما حدث هبة. يعني الآن القضاء العراقي يقرر إيقاف 20 شخص للتحقيق معه حول هذه الحادثة. يعني أنا كنت أتمنى أسمع منك تفاصيل أكثر هبة التميمي، لكن هذا يكفي لك تحت الشمس. شكرا جزيلا لك هبة التميمي، مراسلة القناة الإخبارية، كنت معي من بغداد، شكرا جزيلا لك. تتواصل في مدينة العلمين الجديدة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، والذي سيستمر حتى 26 من الشهر المقبل. ويعد المهرجان الأول من نوعه في مصر، الذي يجمع على أرضه في مدينة العلمين الجديدة ما بين الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية وعروض الأزياء والأداء الحركي والباليه والأنشطة الترفيهية الأخرى. فرح الخولي مراسلتنا، مراسلة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة، تضعنا في آخر التفاصيل. أهلا بك فرح، ضعينا في تفاصيل اليوم في هذا المهرجان الكبير، مهرجان العلمين الجديدة. مساء الخير رعد، ومساء الخير على مشاهدينا الكرام. نحن فوق أحد الأبراج 15 المطلة على ساحل البحر المتوسط بمدينة العلمين المصرية. صباح اليوم شهدنا فعاليات وعروض لطائرات وعروض قفز بالمظلات حاملة أعلام مختلفة للدول العربية، وأيضا عروض لليخوت في البحر، وكأنها ترسم لوحات في سماء وبحر العالمين، وكأنها تستقبل زوار وحضور مدينة العالمين بشكل مختلف ومشوق ومبهج بالتأكيد. هذه الفعاليات ضمن فعاليات مهرجان العالمين كما ذكرت، الذي يقام على أرض هذه المدينة لأول مرة، وهو الأكبر ترفيهيا في الشرق الأوسط بتنوع أنشطته وفعالياته المختلفة. نتحدث عن فعاليات رياضية مثل التجديف والجيتسكي والجودو والبادل والكرة الشاطئية والتريالثن، وهي الألعاب الثلاثية تمارس من خلال السباحة والجري وركوب الدراجات. نتحدث أيضا عن أنشطة تسوقية من خلال عروض أزياء لمصممين من الوطن العربي، منهم مصمم أزياء عالمي وهو مايكل سينكو، إلى جانب تواجد عدد كبير من المحال التجارية في المولات بقلب هذه المدينة المصرية مدينة العالمين، محال متنوعة من الماركات العالمية والمحلية. بالنسبة للمهتمين ومحبي الحفلات الغنائية، هناك عدد كبير من الحفلات ضمن هذا
البرنامج للمهرجان، برنامج مليء بالحفلات. أولها غدا مع حفل الفنان المصري تامر حسني، ويليها العديد من الحفلات. تم إتاحة تذاكر حفل أحمد سعد أيضا على موقع تذكرتي. هذه الفعاليات أيضا هناك فعالية خاصة بالدراما وحفل توزيع ضمن هذا المهرجان. فرح، كنت أتمنى أسمع منك تفاصيل أكثر لكن الوقت يداهمني، أو انتهت الساعة بالفعل. فرح الخولي مراسل في القاهرة الإخبارية من العالمين الجديدة، شكرا جزيلا لك. إذن انتهت جولتنا لهذا اليوم مشاهدينا الأكارم. لا يسعني إلا أن أشكر جميع مراسلين الذين كانوا معنا اليوم في هذه الساعة. شكرا لكم مراسلين، الشكر موصول لكم مشاهدينا. حتى نلقاكم، تحياتي وتحيات الكادر المتألق خلف الأضواء. السلام عليكم.